سورة الطور آية 25. سورة الطور آية 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أهل الجنة تساءلوا عن أحوالهم في الدنيا. تفضل يا سيدي، اقرأ يا سيدي، اقرأ. هتقرأ يا حاج بعيد؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قالوا أي أهل الجنة لبعضهم البعض، إنا كنا أي في الدنيا، قبل يعني في الدنيا، في أهلنا يعني مع أهلينا وأقربائنا وما أقامنا الله فيه، مشفقين أي من عذاب الله وخوفا لله وشوقا إليه. تفضل يا سيدي. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا، يبقى من باب الفضل، فالدخول للجنة من باب الفضل وليس من باب العدل، منا. فمن الله علينا ووقانا يعني جنبنا وحمانا عذاب السموم، وهو العذاب الشديد الذي يخترق الجلد ومسام الجلد، يسموه السموم، العذاب الذي يخترق أثره جلد الإنسان فيدخل في عمق جسمه يسموه سموم. حتى ساعات يقول لك البرد سموم، ويقول لك على الحر سموم، ساعات تبقى أنت لابس كل اللبس وبرضه البرد بيخترق جسمك داخل جوه برضه، وكلنا عايشين الحكايه دي اللي في الشهر ده، واخد بالك؟ يبقى ده يسموه سموم. فسموم كلمه على العذاب سواء كان حار او بارد، الذي يخترق مسام الجلد، فاهم؟ فيدخل الى عمق البدن. فنسال الله السلامه. اتفضل يا شيخ. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل أي في دنيانا ندعوه أي نعبده ونلجأ إليه، فندعونا بمعنى العبادة والدعاء. إنه سبحانه هو ضمير فصل للتوكيد، البر الرحيم، البر يعني الذي يبر خلقه ويحسن إليهم، يبقى البر من البر بالخلق، الرحيم الذي يرحمهم ويعطف عليهم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه بفتح الهمزة هكذا، قراءة المدنيان والكسائي أنه، ولما تبقى مفتوحة الهمزة كأنها علة، كأنه بيقول لأنه هو البر الرحيم، لما يقول أنه كأنه بيقول لأنه، كأنها للتعليل، يعني كنا نعبده لماذا؟ لأنه هو البر الرحيم. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ده قراءة نافع أنه هو البر الرحيم. أما باقي القراء إنه على بكسر الهمزة على الاستئناف، إنه هو البر الرحيم، والاستئناف للتحقيق. يلا يا سيدي. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر أي من إيه؟ من يتذكر، من يتعظ. فذكر فما أنت بنعمة ربك أي بالوحي والرسالة بكاهن ولا مجنون، لا متصل بجن ولا فقد عقلك كما كان يدعي عليه القرشيون، لأن الكهانة كانت منتشرة في العرب قبل بعثة النبي، وهو الاتصال بالجن وإيه؟ والإخبار ببعض الغيوب. فقالوا عليه ده كاهن، وبعدين لما لقوه ملوش اتصال بالجن وليس
يفعل افعال الكهان؟ قالوا يمكن مجنون. قالوا لا ده بس ده عاقل. طب يمكن ساحر؟ لا بس ده ما تعلمش السحر. امال يبقى ايه؟ يبقى ملناش دعوه بيه، نقتله. شفت الغباوه؟ ما هو احتاروا فيه بقى. فهمت؟ اتفضل يا سيدي. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقولون شاعر، برضو من ضمن الحاجات قالوا شاعر، بس هو ما قالش بيت شعر واحد، قعد معاكم 40 سنة وهو أفصح واحد فيكم وما قالش بيت شعر واحد، إزاي تقولوا عليه شاعر؟ يعني كل الحاجات يعني كانوا بيهزوا، عندهم هزيان. كاهن؟ لا. شاعر؟ مجنون؟ نعمل فيه ايه ده؟ نقتله بس. ادي اللي عملوا فعلا، حاولوا يقتلوا النبي كتير، وقعدوا فضلوا وراه ويتربصوا بيه واضطروا للهجره، ولما هاجر برضه يسلطوا اليهود عليه علشان يرموا عليه حجر وهو قاعد ساند ظهره، محاولات لا نهايه لها في قتل النبي. وغزوه احد دي كلها كانوا جايين كل الضرب موجه للجهه اللي فيها النبي، كل ضربات الرماح والسهام كلها في المنطقه اللي فيها النبي، يعني هم عايزين يقتلوه يقتلوه. فهمت بقى؟ شفت مجرمين ازاي بقى؟ أم يقولون شاعر نتربص به، يعني ننتظر ريب المنون، يعني أحداث الزمان حتى يموت. زي ما كان في شعراء كتير كده برضو لموا عليهم الناس وبعد كده انتهوا بموتهم، يلا اصبروا عليه لما يموت لحد ما يجي له الموت لوحده، ما مش عارفين يقتلوه. فهمت؟ كل دي محاولات عندهم علشان يصرفوا الناس عن أديتهم. أم يقولون شاعر نتربص به، أي ننتظر به ريب المنون، والريب هو إيه؟ هو أحداث الزمان، والمنون هو اسم من أسماء الموت. كويس؟ يعني انتظروا فيه بلايا زمان هتشغله، هتجيله أمراض تشغله ويتعب منكم ويفتقر وما يلاقيش ياكل، وبعد كده هينشغل بنفسه لحد ما يموت. سيبوه، هو الوقت الشباب كده وبيتكلم، سيبوه هيجيله أمراض وهيجيله مش عارف تركب، قاعدين بقى ايه هم بيتمنوا له السوء. فهمت بقى؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى ناصره ونصره. فهمت؟ وكان كل يوم يزداد قوة وايه وغلبة وظهورا. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يبقى الريب اللي هو ايه؟ أحداث الزمان وبلايا الزمان من أمراض ومن فقر ومن انشغال ومن تعب ومن هموم ومن احزان ومن جروح اللي بيحصل لك طول النهار. والمنون اللي هو ايه؟ الموت، يعني لحد ما يموت بقى ونستريح منه. فهمت؟ وحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا في كل احواله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. قلت تربصوا فاني معكم من المتربصين. بيتحداهم بقى النبي، بيتحداهم ربنا، بيقوليه قول له تحداهم يا محمد، قول لهم انتظروا وانا منتظر معاكم، اما نشوف مين اللي هيجرى له اللي انتم بتقولوه. تحدي بقى. قلت تربصوا انتظروا فاني معكم من المتربصين حتى نرى من ينصره الله ومن يخذله. فهمت؟ كل ده كان بيقوله النبي ايه، والايات دي كانت مكيه حيث كان المسلمون مستضعفون، وكل ده اخبار بالغيوب. اتفضل يا سيدي. ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. ام تامرهم، وكل دي استفهامات واخد بالك، يريد منها ايه؟ تقليب جميع الاحتمالات عليهم حتى يعرفوا انهم لا سبيل لهم في معارضة هذا النبي. استفهام كل اجاباته معروفة انه لا 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 لا. طب وليه بتعملوا كده لما كله لا؟ ليه بقى مش بتقولوا نعم؟ ليه مش عايزين تجاوبوه لما كل الاسئلة والاحتمالات دي كلها اجابتها لا 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 لا؟ طب قولوا ايوة بقى، يفضلوا يقولوا برضو لا. شفت بقى؟ لا لا.
أم تأمرهم أحلامهم، يعني عقولهم، بهذا اللي هو إيه الهزيان اللي بيقولوه، مرة شاعر، مرة انتظروا لما يموت، مرة لا ده مجنون، مرة لا ده كاهن، يعني هزيان. أم هم قوم طاغون، يعني متمادون في الإيه، في الكفر والطغيان والظلم، فالطغيان هو التمادي في الظلم. أم هم قوم طاغون، أي متمادون في الكفر والإنكار. تفضل يا سيدي. في قراءة، في قراءة على فكرة أبو عمرو بخلف عن الدوري يقول إيه، أم تأمرهم بإيه، بتسكين الراء، أم تأمرهم أحلامهم بهذا. الوجه الثاني للدوري، يبقى الدوري له طريقتين في قراءته، إما بالتسكين المحض أو باختلاس الضمة في إيه، في الراء، باختلاس ضمة الراء، أم تأمرهم أحلامهم، يعني يجيب لك حتة من الضمة مش كل الضمة، فهمت بقى؟ لكن باقي القراء بتحقيق ضمة الراء، أم تأمرهم. يلا يا سيدي. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم يقولون تقوله، يعني اختلقه من عند نفسه، وما زال كل كفار إلى يومنا هذا بيقولوا إن القرآن تأليف سيدنا محمد، يعني لما يتبعوه يكتبوا كده وضعه وألفه محمد بن عبد الله، لحد الوقت بيعتقدوا هذا، الكنائس واليهود وكل من يكفر بدين سيدنا محمد إلى يومنا هذا بيقولوا إن القرآن وضع سيدنا محمد، هو الذي ألفه، رجل فصيح عنده حكمة وألف القرآن، هو ده اللي بيقولوا. أم يقولون تقوله، يعني ألفه من عند نفسه، بل لا يؤمنون، بل لا يؤمنون، بل يعني حرف إعراض، الحكم الحقيقي بقى إن هم كفار، ريح نفسك يا حبيبي، هم كفار، سيبهم لنا بقى حسويهم لك، فهمت إزاي؟ يعني بيريح، بيريح النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يؤمنون، يعني ريح نفسك انت ما تتعبش، لانك زعل، النبي زعل وحزن، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، كان حزين جدا، ازاي قومه اللي بيحبوه وعارفين انه صادق امين وكانوا ياخذوا رايه في كل شيء ويعتبروه اعقل واحد فيهم، لما يجي يقول لهم انا رسول الله وينصحهم يقولوا عليه كده، زعل، حزن حزن شديد. فربنا يعني فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ايه يجحدون، يعني ده هما ده بيجحدوا بآياتنا يا حبيبي، هما ما بيكذبوكش، انت فوق الكذب. شفت بقى كل القرآن رفعا لإيه، لمقام النبي وشأنه عند مولاه. يلا يا سيدي. ودي كانت ايه اول آية في التحدي، قال له ايه، فليأتوا بحديث مثلي، بعد كده تحداهم كتير، وبعدين بعد كده خففت ايه التحدي، قالوا فايه، فأتوا بسورة بعشر سور مفتريات، بلاش مثله كله، طب عشر سور بس، واخد بالك، برضو ما فيش فايدة، واخد بالك ازاي. وبعدين قالوا طب من مثله، طب واحد يكون امي، نشأ امي كده ويقول حديث زيه، يعني تحدهم بشخص النبي وبمقالة النبي الاثنين، فهمت بقى ازاي. كل دي تحديات، بس ده كان أول تحدي لهم في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لو هو بقى اختلقه ومن عند نفسه وتأليف بشر، طب أنتوا بشر زيه، وأنتوا فصحاء زيه، وأنتوا من نفس بيئته، ومتفننين في فنون الكلام، طب هاتوا حاجة زيه، هاتوا، مجتمعين أو منفردين ما تفرقش، هاتوا حاجة زيه، فهمت ازاي؟ كل ده ايه؟ تعجيزا لهم وبيان انهم ليس لهم اي وجهه ولا حجه في الايه، في كفرهم ببعثه النبي وبقرانه. فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين انك تقولته والفته، طب ما يالفوا زيك، ايه اللي منعهم؟ فهم؟ ما فيش، اللي منعهم عجزهم، لأنه كلام ليس كسائر الكلام، كلام رب العالمين، فهمت؟ يلا يا سيدي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وبعدين هم بيدعوا أن هم كده
اتخلقوا كده لوحدهم كده من غير شيء او من غير حكمة او من غير علة او من غير ان اسألهم؟ يبقى ام خلقوا من غير شيء يعني من لا شيء، او خلقوا من غير شيء اي من غير حكمة. يبقى شيء دي ممكن تبقى ايه، من لا شيء يعني جيتوا من العدم كده على طول لوحدكم، انتوا اللي اوجدتوا نفسكم؟ هلا. طب لما وجدتم هل تظنوا انكم وجدتم كده الى غير حكمة والى غير علة؟ فهمت ازاي؟ ام خلقوا من غير شيء، ام هم الخالقون، ام يدعوا ان هم خلقوا شيء او خلقوا انفسهم او خلقوا غيرهم؟ كل دي اجابات تعجيزية، استفهامات للتعجيز. كل الاستفهامات دي كلها تعجيزا لهم، بحيث انك انت علشان كده ايه، احد قريش مش فاكر كان مين، كان مشهور يعني، اسلم بعد فتح مكة. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر فتح مكة سورة الطور وهو قاعد يسمع، كان لسه كافر، فقاعد يسمع الآيات دي. أم يقولون شاعر نتربص، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم لا أم خلقوا، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قاعد يقول أم أم أم، بيقول كاد قلبي يطير من كتر الأسئلة اللي هي تعجيزية كلها، تعجيز تعجيز تعجيز. فأسلم على طول، خلص النبي صلاة الفجر، هو سمع أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لأنه لا أن الإجابات دي الأسئلة كلها استفهام تعجيز، لا إجابة له إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهمت بقى إزاي؟ فبيقول كاد قلبي يطير، يعني مش قادر يستنى النبي يخلص صلاة عشان يسلم، يعني خلاص خلاص استسلم. فهمت؟ اتفضل يا سيدي. يبقى لا خلقوا نفسهم ولا هم خلقوا من ايه، من غير شيء يعني من غير حكمة، ولا خلقوا غيرهم، ولا خلقوا السماوات والأرض. واخد بالك ازاي؟ طب امال مين بقى اللي عمل ده كله؟ مين اللي عمل ده كله؟ ابو جهل. مين اللي عمل ده كله؟ يا ابو لهب. فهمت؟ حاجات يعني غريبة الشكل. بل لا يؤمنون، لكن دول كفار يستحقوا بقى عقوبتي، لأن هم أيقنوا وكفروا على علم. فهمت؟ يلا يا سيدي. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم عندهم خزائن ربك من الأرزاق ومن العلوم ومن الفهوم ومن المراتب والدرجات، كل دي خزائن. فهمت؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يعني الذين عندهم القوة والسيطرة والقهر، دول مغلوبون على أمرهم، عباد مغلوبون على أمرهم، إذا حرموا النفس ماتوا، وإذا حرموا الطعام ماتوا، وإذا حرموا الشراب ماتوا، وإذا حرموا الراحة لم يناموا حتى يموتوا بمرض أو بقلق أو بأي شيء، يعني هم ضعاف من جميع الوجوه. تفضل يا سيدي. طبعا المسيطرون هتبقى ايه، حفص، حفص بيقراها بالوجهين بالصاد والسين، عشان كده كاتب لك صاد وكاتب لك تحتها سين، يبقى قراءه حفص لها الوجهين. المسيطرون اذا كنت بايه، بتصل بتمد المد المنفصل في حفص تقوم المسيطرون بالصاد. طب لو بتقصر المد المنفصل تعمل ايه؟ تقراها السين، المسيطرون، المسيطرون. خدت بالك؟ فيكتب لك السين تحت والصاد فوق. لا ايه ليه؟ لان القراءه هنا المكتوب المصحف اللي امامك مكتوب على المد المتصل، على مد المنفصل، يعني كل المصحف اللي مكتوب امامك حفص بقراءه مد المنفصل. عارف لو كتبت، لو كتبها لك بقى بسين وحط لك الصاد تحتها، يبقى المصحف ده مكتوب بقراءة قصر المنفصل. فهمت بقى يا أستاذ؟ لكن إيه، هشام وقنبل يقولوها بالسين المحضة قراءة واحدة، والباقون باقي القراء بقى كلهم يقولوها بالصاد كلمة واحدة، كل القراء يقولوها بالصاد، ما فيش عندهم وجه سين. فهم؟ يبقى عندنا حفص عنده الوجهان، وعندنا هشام وقنبل ايه عنده وجه واحد وهو السين، وباقي القراء صاد قولا واحدا، ده في المسيطرون.
يلا يا سيدي. حمزة يا سيدي، حمزة يشمها زي. حمزة بقى علشان ايه في الصدع عموما. بيشمها زاين، واخد بالك ازاي، وبالخلف عن خلاد كمان. خلاد يشم وما يشمش، يعني حد يشم وحد ما يشمش، يشم احسن يعني، لكن احنا ايه ساعات يقول لك يشم. يلا يا سيدي. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم سلم إلى السماء يستمعوا إيه قضاء الله وقدره عن طريق سماع الملائكة، لأن الملائكة في السماء ربنا بيخبرهم بما يدبره لأهل الأرض. طب أم لهم سلم بقى للسماء كده، يقعدوا يتصنطوا ويسمعوا كده الملائكة بتقول إيه عشان يعرفوا فيه ما عندهمش. يعني كل ده تعجيز، كل ده استفهام تعجيز. أم لهم سلم يستمعون فيه، حتى الجن اللي كان بيسترق السمع ربنا سبحانه وتعالى إيه بقى يرسل عليهم الشهب فمنع عنهم خبر السماء. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، يعني بدليل واضح على تكذيب هذا الرجل اللي هو إيه أصدق الخلق، أصدق من خلق الله صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. أم له يعني لله، نسبوا لله البنات، أي قالوا أن الملائكة بنات الله. أم له البنات ولكم البنون، وأنتم تفضلون البنون لأنفسكم ثم تدعون لله ما تنتقصونه لأنفسكم. تفضل يا سيدي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجر، ولا أنت بتطلب منهم أجر؟ اللي يجي يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله يدفع لي كل يوم هنا 100 دينار كل يوم، وإلا مش هقبل. بتقول لهم كده؟ أنت بتطلب منهم أجرة؟ ما بتطلبش منهم أجرة، ده أنت بتديهم، ده أنت بتنفق عليهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني إيه من الغرامة، الغرامة أثقلتهم يعني إيه أتعبتهم، لا يستطيعوا دفع الأجر. تفضل يا سيدي. أم عندهم ما غيبه الله في إيه في قديم علمه سبحانه وتعالى، فهم يكتبون ما غيبه الله في علمه القديم. ما عندهمش كل دي، زي ما قلت لك استفهام إيه تعجيزي بيعجزهم، إن جميع الاحتمالات ولا احتمال واحد عندهم من الاحتمالات اللي تجعلهم ممكن لا يصدقوا بهذا النبي، كل الاحتمالات كلها غير مقبولة، يبقى ليس أمامهم إلا التصديق إذا كانوا عقلاء. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. تفضل يا سيدي. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون كيدا أن يكيدوا بك ويقضوا عليك، فالذين كفروا هم المكيدون، أي مكيدون من ربهم، ربنا هو اللي يكيدهم، وهو الذي يفعل فيهم إيه الأفاعيل لأنهم عجزة. تفضل يا سيدي. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أم لهم إله غير الله، شفت بقى ده السؤال النهائي، النهائي بقى بعد ما جاب لهم كل الاحتمالات، اللي هو الصحابي اللي كان ساعتها كافر وبيسمع النبي يقول، فلما وصل إلى هذه الآية كاد قلبي أن يطير، يعني خلاص بقى اقتنع تماما بإيه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، اقتنع. ليه؟ لأن كل شبهة في قلبه ذكرها القرآن وبين أنهم لا حق لهم فيها ولا عقل لهم فيها ولا منطق. أم لهم إله غير الله، أم لهم إله غير الله، ورش ايه يمد 6 حركات. سبحان الله عما يشركون، تنزيه لله سبحانه وتعالى عما نسبوه اليه من كل نقص. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون فلعن ذكري الغافلون.